عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ دلوقتي lesson 5 existence of a limit of a function at a point. الدرس ده يا جماعة طبعا علمي بس أدبي، آخر حاجة عندهم الانفينيتي. Existence of limit of a function at a point. تعال الأول بس نفتكر حاجة، أول فيديو كده اتكلمت فيه عن representing a function دي f of x equal x minus 1 when x greater than 2 and 3 minus x when x smaller than 2. أولا أنا عشان أقدر أرسم الفانكشن دي أنا محتاجة أشوف هي في أنهي ديجري. فخلاص جميل، الاكس دي لما تبقى باور 1 يبقى الديجري بتاعها فيرست ديجري. طب ها ازاي كنا بنرسم الفيرست ديجري؟ تقولي اه والله احنا كنا بنعمل تيبل. اوكي، عشان اقدر ارسم على الجراف بعمل تيبل واقول x minus 1 when x greater than 2. زمان وانت صغير كنت بقول لك اعمل دايركت سبستيتيوشن باي 3 ارقام، بس انت هنا هو حاطط لك دومين. يعني ايه دومين؟ يعني هو حاطط لك حدودك من الاكس تكون اكبر من ال2، يعني من اول ال2 وانت طالع، يبقى انت لازم تعمل دايركت سبستيتيوشن من ال2 وانت طالع. لو خدت بالك انا كاتبه 2 3 4 وبعدين and so on، يعني مكمل. وطبعا انا حطيت سيركل عند ال2 وال1 لان دي جاب، لان مفيش ايكوال. طبعا الارقام بتاعه f of x دي انا جبتها عملت دايركت سبستيتيوشن 2 minus 1 و3 minus 1 و4 minus 1. ده الستريت لاين الاولاني، ادي الجاب بتاعتي 2 1 وبعدين رسمت الستريت لاين. وطبعا في ارو عشان هو قال لي and so on x greater than 2 لحد الانفينيتي. طب نفس الكلام 3 minus x when x smaller than 2، نفس ذات التيبل، بس طبعا المرة دي الأرقام مختلفة عشان الاكس أصغر من 2. عشان ما تدوخش نفسك شوف دول بادئين بإيه، وده هيبقى أول رقم. طبعا لو واحدة فيهم في ايكوال ما بيبقاش فيه جاب، خلاص ارسم النمبر لاين التاني طلع بالمنظر ده. طب احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزة discuss limit when x approach to 2 positive. approach to 2 positive يعني هنناقش، شايف السهم الاحمر من ناحية الاكس لما تكون positive، الواي مالها؟ تاني الاكس لما تكون بوزيتيف واحنا جايين من ناحيه الاكس البوزيتيف، الواي مالها؟ هتقول لي الواي هتبقى في الحاله دي ب1. طب نفس الكلام لما اقول ليميت وين اكس ابروش ل2 نيجاتيف، 2 نيجاتيف دي اللي هي من ناحيه ال2 من الليفت هاند سايد اهو، يعني وهي لما الاكس وهي جايه من عند النيجاتيف الواي مالها؟ هتقول لي برده ب1، ما هو الاف اوف اكس دي اللي هي الواي. طب لما تبقى ليميت وين اكس ابروتش ل2 بوزيتيف هي ليميت اكس ابروتش ل2 نيجاتيف، يبقى معنى كده عند 2 في ليميت اسمه 1. يعني الشروط بتاعت حضرتك عشان اقدر اقول ان الليمت اكس ابروتش ل2 ايكوال حاجه، لازم ندسكس من ناحيه البوزيتيف وندسكس من ناحيه النيجاتيف. لو طلعوا ايكوال يبقى في ليمت، لو طلعوا ما فيش ايكوال يبقى دازنت اكزيست. طب تعالى اكزامبل كمان اهو، ها واحد يقول لي ايه ده انت بتهزري ولا ايه، فين التيبل؟ اه مفيش تيبل حضرتك، هو انت هنا دي الاكس جريتر ذان 0 فالf of x او الg of x ب2، فهتيجي عند نقطة 0 و2 وتفتعمل جاب. ليه؟ عشان في equal، مفيش equal، وهترسم straight line. ايوه الstraight line ده ايه؟ احنا في تالتة تانية اعدادي خدنا ال2 دي بترسم ازاي؟ straight line parallel للx axis. بس طبعا هنا قالك الx greater than 2، يعني الري رايح كده بس في ناحية الx البوزيتيف. طب نفس الكلام هنا negative 2 يبقى هعمل جاب 0 و negative 2، هرسم اللاين من ناحية النيجاتيف عشان قال لي x smaller than 2 smaller than 0. طيب هندسكس التلات حاجات بتوعنا، يلا limit x approach ل 0 positive يعني من ناحية البوزيتيف ب 2. طيب من ناحية النيجاتيف بقى limit z x approach to 0 negative هتقولي negative 2. طب دول طلعوا not equal، يبقى الليمت ايه؟ doesn't exist، ما بينفعش، في جاب، ما حصلش وصله ما بين التو ستريت لاينز او التو لاينز. يبقى الديفينيشن بتاعي the function f of x tends to the limit l when x approach للa if and only if each of the right and left limit، يعني لما بندسكس من الليفت والرايت ليميت exist and each of them equal to L، يبقى احنا هنا من حقنا نقول limit x approach to A equal L لما تحقق الشرطين دول، f of A positive تكون equal f of A negative. طيب ده الكلام اللي احنا خدناه قبل كده. تعالى هنا يلا بص بقى، from the graph f1 negative f1 negative f1 negative يبقى من الناحية دي، تعالى 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 f1 negative راح عند فين؟ راح عند 3.
اشمعنى؟ عشان ده اهو بص الستريت لاين، يعني ده كله الاكس بتاعه نيجاتيف يبقى من الناحيه دي اهو كده 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 3. طب اف 1 بوزيتيف، ال 1 بوزيتيف ناحيه البوزيتيف اهي، اطلع 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 قربت عند النيجاتيف 1، يبقى هنا اف اوف 1 نيجاتيف نوت ايكوال اف اوف 1 بوزيتيف، يبقى هاز نو ليميت او دازنت اكزيست. طب تعالى هنا من غير ما اوريك بقى، اف اوف نيجاتيف 1 نيجاتيف من ناحيه النيجاتيف 3، من ناحيه البوزيتيف 3، يبقى الليميت في الحاله دي ايكوال ايه؟ 3. اهو now we explain how to verify that algebraically. انا كده وريتك ازاي graphically عشان وانت بتحل تبقى مقتنع. انا مش دايما هرسم f of x equal 3x plus 1 when x negative smaller than 1 5 minus x when x greater than 1. عايز اجيب الليمت تقولي استني ليمت، يبقى في شرطين f1 negative f1 positive. طب تعالى كده يا حلو كده قول لي حاجه، f1 negative يعني لما اعمل direct substitution ب1 هعمل direct substitution هنا ولا هنا؟ هتقولي استني استني، هو انت قلتي f1 ايه؟ negative. يبقى فين النيجاتيف؟ الناحيه النيجاتيف لما الاكس تبقى اصغر من ال1، يعني هعمل direct substitution هنا. طب positive تحت عشان الاكس جريتر ذان 1، يبقى من ناحيه البوزيتيف لما الاكس تبقى اكبر من ال1 هعمل دايركت سبستيتيوشن. والله الاثنين طلعوا ايكوال، يبقى ذيرفور الليمت ايكوال نفس الرقم. تعالى هنا ليمت اكس ابروتش لل2 نفس الكلام، يلا 2 بوزيتيف و2 نيجاتيف. ها 2 بوزيتيف فين؟ ايوه كده فوق عشان اللي فوق بوزيتيف. طب 2 نيجاتيف فين؟ تحت. واحد بقى سألني سؤال قبل كده قال لي طب استني 2 نيجاتيف يعني انا اشيل اكس واحط نيجاتيف 2؟ لا يا حبيبي، هتحط 2 نيجاتيف دي تعبر from your left hand side من ناحية الشمال من ناحية النيجاتيف، انما لما تيجي تعمل direct substitution تشيل اكس وتحط 2. ماشي الانسر طلعت 1، ها 2 بوزيتيف فوق 3 not equal يبقى doesn't exist. three minus two x when x greater than or equal one x power two when x smaller than one. نيجي واحد يقول لي ايه الايكوال دي؟ هقول لك الايكوال دي في الحصه الجايه في درس الكونتينيوتي، انما احنا دلوقتي ملناش دعوه بيها، احنا بنعمل حاجتين ملهمش تالت، f1 positive f1 negative. طب البوزيتيف فين؟ دور الكبيره فين؟ الاكس اكبر يبقى فوق، النيجاتيف فين؟ تحت. f1 negative تبقى تحت اهي دي 1 ودي 1 since ان f1 negative equal f1 positive يبقى الليميت equal 1. طب هنا هنجي بقى هنا واحد دماغه شغاله يقول لي استني على فكره دي doesn't exist من غير ما اشتغل ليه؟ f0 positive هتعمل هنا direct substitution، فين الاكس؟ مفيش، يبقى الاجابه 2. طب f0 negative تشيل الاكس وتحط negative هتتحط 0، مفيش، ما هي negative 2، يبقى الاثنين مختلفين عن بعض خالص، دي negative 2 2 يبقى دي doesn't exist. يلا بقى بدأنا بقى الشغل الجامد. let f of x equal x absolute x minus 2 plus 1. تقولي لا استني احنا عندنا قصة، احنا عندنا renaming. يجي واحد يقول لي ايه الرينيمينج ده؟ ارجع للدرس اللي فات في الالجبرا وابتدي شوف الرينيمينج بيتعمل ازاي. x minus 2 مره ونيجاتيف x plus 2 مره، هاخد مره نيجاتيف ومره بوزيتيف. طيب جبت ال 2 دي منين؟ انا خدت اللي جوه الانترفل ده قلت ايكوال 0 ووديت ال 2 الناحيه الثانيه بالبلس بقت x ايكوال 2، يبقى انا لما اخد البوزيتيف هتبقى ال x greater than 2 او greater than or equal، لما اخد النيجاتيف هتبقى ال x smaller than 2. طيب ها يلا 2 بوزيتيف عملت دايركت سبستيتيوشن فوق، طب 2 نيجاتيف عملت دايركت سبستيتيوشن تحت، الاثنين طلعوا ايكوال، يبقى هنا ده اكزيست. طيب ده كده اكزيست. طيب هو عايز ايه؟ عايز بعد كده ليميت اكس ابروتش تو 0. طب استنى بقى، ليميت اكس ابروتش تو 0 لا هقول 0 بوزيتيف و0 نيجاتيف ازاي ما هنا ما فيش 0؟ يبقى انت هتعمل في حته واحده بس، يعني فين الزيرو؟ الزيرو اقل من ال2 صح؟ يبقى انت هتدسكس في الجزء ده بس، 0 نيجاتيف عشان ما فيش 0 بوزيتيف، يبقى هنا 1 يبقى ليميت اكس ابروتش تو 0 اف اوف اكس ب1 يبقى الاثنين ايكوال. طب نفس الكلام هنا، تاني طلب اكس ابروتش تو 1، ال1 فين؟ هنا. لا مش منطقي، ال1 اصغر من ال2، يبقى هتعمل دايركت سبستيتيوشن اوكي، يبقى نيجاتيف 2، هي بس هنا دي المفروض تبقى نيجاتيف 1. ده طبعا السمبلست فورمولا المنظر ده.
يلا رينيمينج رقم واحد، رينيمينج اكس ماينس 3 ونيجاتيف اكس ماينس 3. انا طبعا هنا حطيت براكت ما دخلتش النيجاتيف، لو كنت دخلت النيجاتيف كنت قلت نيجاتيف اكس بلس 3، اكس جريتر ذان اور ايكوال 3 واكس سمولر ذان 3. خلاص كلنا عرفنا ال 3 دي جاب منين، عايز تاخد ده تقول ايكوال 0 وتودي 3 اوكي، عايز تقول لي اللي جوه الابسوليوت ده يبقى ب 0 امتى لما الاكس ب 3 اوكي. يلا عايزه الليمت يبقى هديسكس حاجتين. طيب احنا هنا قلت مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، ادي يا سيدي مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. المره البوزيتيف اكس ماينس 3 راحت مع الاكس ماينس 3 في ظل ال1، وهنا نيجاتيف اكس ماينس 3 الاكس ماينس 3 راحت مع اكس ماينس 3 في ظل نيجاتيف 1، يبقى اوتوماتيك دي دازنت اكزيست لان من 0 بوزيتيف و0 نيجاتيف، من 3 بوزيتيف و3 نيجاتيف الاجابه طلعت مختلفه، يبقى ده دازنت اكزيست. هنا بقى هنعمل رينيمينج، هتقولي اه هنعمل رينيمينج x when x greater than or equal 0 و negative x when x greater دي smaller than، طبعا المفروض واحدة greater than واحدة smaller than، يعني smaller than smaller than بس كده عشان ما تتلخبطوش وانتوا بتسمعوا الفيديو. طيب يجي بقى واحد اسألكوا سؤال، هنا دول معمولين اتنين، تفتكر لما نيجي نعمل رينيمينج هتبقى كام واحدة؟ هتبقى اربعة مثلا؟ يعني لما نيجي نعمل رينيمينج ابسوليوت اكس هتبقى مرة بالبوزيتيف ومرة بالنيجاتيف، ففي البوزيتيف تبقى greater than zero والنيجاتيف هتبقى smaller than zero. هل هنا منطقي ان انا احط مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف دول يبقوا في اتنين، واحط هنا مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف دول يبقوا اتنين؟ لا طبعا، امال ايه؟ هشوف مين فيهم اللي smaller than zero ومين فيهم اللي greater than zero. يعني ايه مين فيهم اللي greater than zero ومين فيهم اللي smaller than zero؟ يعني انا المفروض مسألتي تيجي واحدة اكبر من الزيرو وواحدة اصغر من الزيرو، واحدة أكبر من الزيرو وواحدة أصغر من الزيرو، فطبيعي لما الإكس تبقى أكبر من الزيرو هحط فيها البوزيتيف، ولما تبقى أصغر من الزيرو هحط فيها النيجاتيف، زي ما أنا عملت كده، هنا أصغر من الزيرو يبقى خدت النيجاتيف إكس، هنا أكبر من الزيرو فخدت البوزيتيف إكس. إكس تايم نيجاتيف إكس إز نيجاتيف إكس سكوير ماينس 1، وهنا إكس أوفر إكس 1 1 ماينس 2 نيجاتيف 1. ما تتسربعش، سامعاك اللي بتقول doesn't exist، ما تتسربعش، اعمل direct substitution، 0 negative هعمل direct substitution فوق، 0 positive هعمل direct substitution تحت، الاتنين طلعوا negative 1 يبقى limit equal negative 1. x plus 4 ما تتخضش، x smaller than negative 3 3x plus 7 ومن negative 3 لحد 5 و 5 minus x when x greater than 5. انا عايزة discuss limit x approach negative 3، غمض عينك وشوف فين النيجاتيف 3 او حط ايدك على النيجاتيف 3، ادي نيجاتيف 3 اهي وادي نيجاتيف 3 اهي، ماليش دعوة بالتالتة، يبقى انت لما بتتكلم في النيجاتيف 3 بتدور فين النيجاتيف 3، واحدة ادي التانية، شكرا على كده، مالكش دعوة بالتالتة. طيب هما نفس الخطوتين، انا عايزه ديسكاس نيجاتيف 3 نيجاتيف فوق في اول واحده، نيجاتيف 3 بوزيتيف في الثانيه، طلعوا قد بعض متشكرين، يبقى الليميت اكزيست. طيب كمل قرايه السؤال ده، عايز بقى الفايف، حلو فين الفايف؟ اهي ادي واحده ادي الثانيه، ملناش دعوه باللي فوق، دي 5 نيجاتيف ودي 5 بوزيتيف، يبقى 5 نيجاتيف 5 بوزيتيف الاثنين طلعوا مختلفين، يبقى دي دازنت اكزيست. x square plus 2x over x x plus 10x over 3x minus 2x x smaller than 0 x greater than 0. طيب انا عايزه الليمت، يبقى هعمل حاجتين، هتقول لي يلا نعمل direct substitution، هتقول لك 0 over 0، يبقى حضرتك بقى لازم تعمل simplify، هناخد فوق x common factor اتفضل لي x plus 2 over x، x راحت مع ال x فضل x plus 2، شيل ال x وحط 0 الإجابة 2. طب تاني واحدة 0 positive x plus 10x over 3x minus sin 2x، حط 0 اطلع 0 over 0، اه ده ال 10 بقى والساين ده الدرس اللي فات، يبقى هقول over x over x over x over x، x over x ب 1 و 3x over x ب 3، هنا بقى 10x مين فاكر؟ ب 1 وساين 2x over x ب 2، يبقى الإجابة 1 plus 1 over 3 minus 2 ب 2، يبقى ده exist. ها
limit x approach to 0, 0 positive 0 negative. ال 0 negative في الكوزاين, كوزاين 0 ب 1. طب ال 0 positive ده tan وساين divided x divided x. خد بالك هتلاقي في الغالب انا بقول مسألتين شبه بعض ورا بعض عشان انت تعمل بوز وتحل الواحدة. هنا هتبقى 5 plus 2 over 6 plus 1 هتطلع 1, يبقى ده exist. sin x minus 4 over x minus 4 when x is smaller than 4, وهنا من ال 4 لحد ال 8. يلا limit x approach to 4 negative. 4 negative دي زي دي, يبقى الكلام ده ب 1. طيب 4 positive اعمل ايه؟ اعمل direct substitution هتطلع برضو ب 1. طبعا هي دي مش موجودة بقى, هي tan 180 over 16 هتطلع على طول ب 1. تاني اهي اعمل دايركت سبستيتيوشن, شيل الاكس وحط 4 هتطلع tan باي اوفر 4 اللي هي ب 1 اهي. ماشي السؤال اللي بعده. limit x approach to 0 هندسكس 0 بوزيتيف 0 نيجاتيف. 0 نيجاتيف هنا هتقول لي 1 minus cosine square 2x over x square. لما تيجي تعمل direct substitution يطلع 0 over 0. هنا بقى يبان اللي فاهم السنة اللي فاتت واللي حافظ الرولز, 1 minus cosine square 2x اللي هي sine square 2x. كده sine square 2x over x square يعني الإجابة دي 4. جبت منين الفور؟ ما هي sin power 2 دي معناها 2 power 2 على طول. طيب limit x approach to 0 positive اعمل direct substitution هتطلع 0 over 0. طب اعمل ايه؟ فك الباور 2. بفك الباور 2 ازاي؟ first power 2 second power 2, 2 في الاول في التاني minus 4 ما تنساهاش عشان بتنسوها. هنا 4 minus 4 0 خلاص, هاخد من فوق common factor x ومن تحت common factor x. x راحت مع ال x, اعمل direct substitution الاجابة 4, يبقى ده exist. discuss, بص بقى دي discuss ايه, بص كمية الحاجات اللي هتعملها discussion. خد بالك بقى اقرأ كويس قوي. negative pi over 2 smaller than x smaller than 0, ومن 0 ل x ل pi over 2. يعني انت هنا ما عندكش غير negative pi over 2 positive, وهنا عندك pi over 2 negative. يعني انت هنا number 1 negative pi over 2 positive هتعمل direct substitution فوق, هتعمل direct substitution على طول. يعني طبعا الباي قدام الساين ب 180, انما لو هنا هتشيل الاكس وتحط باي اوفر 2 يبقى سيبها باي, فدي هتبقى النيجاتيف راحت مع النيجاتيف يبقى باي. طب نيجاتيف باي اوفر 2 نيجاتيف, فاوعى تغلط بقى وتقول لي هنا لا دي بوزيتيف ودي نيجاتيف. طب نيجاتيف باي اوفر 2 نيجاتيف هتقول لي ما هو مفيش, doesn't exist, هعوض فين يعني؟ يبقى معنى الكلام ده ان الليميت doesn't exist. limit x approach to negative pi over 2 f of x دي doesn't exist. طب تعالى ندسكس هنا x approach to 0, يبقى 0 positive 0 negative سهلة موجودة, 0 positive 0 negative. طبعا هنا لما تيجي تعمل direct substitution هتطلع 0 over 0, يبقى ايه الحل؟ هتقولي over x over x, فدي هتبقى 2. طب تحت شيل ال x وحط 0 هتطلع 2, يبقى هنا exist ب 2. عايزه بقى ديسكاس الليميت اكس ابروتش تو باي اوفر 2. الليميت يبقى انت عايز حاجتين, باي اوفر 2 بوزيتيف وباي اوفر 2 نيجاتيف. الباي اوفر 2 نيجاتيف موجوده, الباي اوفر 2 بوزيتيف مش موجوده, يبقى معنى كده الليميت دازنت اكزيست. ديسكاس ذا اكزيستنس اوف ذا ليميت اوف ذا فانكشن. اولا قبل ما اجيب بعمل ديسكشن لازم اجيب الدومين, لازم تعرف حدودك فين. اللي تحت الروت ده ما يبقاش ينفع, ما بينفعش يكون بنيجاتيف, يبقى اكس ماينس 3 اكبر من الزيرو, يبقى الاكس اكبر من 3 يبقى من 3 الانفينيتي. انا بقى عايز بيقول لي ديسكاس الليميت, خلاص ماشي 3 بوزيتيف من ناحيه البوزيتيف بزيرو. طب من ناحيه النيجاتيف دازنت اكزيست, والله الكلام ده ما ينفعش عندنا في الدومين. ليه؟ لان حضرتك لو حطيت نيجاتيف مكان الاكس هتديك انديفايند, يبقى احنا دي كده دازنت اكزيست, ما عندناش ليميت عند النقطه دي. discuss the limit
اكس ابروتش تو زيرو، هتقولي والله ده ابسوليوت، يبقى احنا بنعمل رينيمينج مره اكبر من زيرو ومره اصغر من زيرو. هديسكاس زيرو بوزيتيف، اوكي هتعوض بالبوزيتيف، بالزيرو بوزيتيف في تان اكس اوفر اكس هتطلع ب1، عشان تان اكس على اكس ب1 ده من الثيرم. طب من الزيرو نيجاتيف يبقى هتشيل الاكس وتحط مكانها نيجاتيف اكس، يعني هتبقى نيجاتيف 1 يبقى دي 1 ونيجاتيف 1 يبقى ده doesn't exist. طب هنا بص بقى السؤال ده جاي لك بالشقلوب، tan 4x cosec 9x negative pi over 9 لحد 0 1 over 9 a power 2 plus 2 when x greater than 0 has a limit. يعني ايه has a limit؟ يعني لما تيجي تدسكس 0 negative و 0 positive الاتنين دول هيطلعوا قد بعض. when x approach to 0 عايز الفاليو بتاعت الـ a، هتقولي طب بس بالراحة احنا هنحل مسألتنا عادي جدا، 0 نيجاتيف يعني هتعمل دايركت سبستيتيوشن فوق هتطلع 0 اوفر 0 يبقى ليها حل الكوسيك اللي هي 1 على ساين اهي. تقول لي طيب ماشي يبقى اوفر اكس اوفر اكس تطلع 4 على 9 حلو جميل. طب يلا ندسكاس 0 بوزيتيف، 0 بوزيتيف هنا اهي 1 اوفر 9 a باور 2 بلس 2. هتقول لي ما انا اشيل الاكس فين مفيش اكس، اقول لك اه ما هو قال لك ان هو الليميت اكزيست يعني ده ايكوال 4 اوفر 9. The function has a limit. يبقى f of 0 negative equal f of 0 positive. يعني المنظر ده equal 4 over 9. ودي 1 over 9 الناحية التانية بالdivided. وبعدين ودي 2 بالminus. Square root يبقى ال a equal positive or negative 2. كده يا سنة تانية الحمد لله احنا فضل لنا درس واحد بس في الكالكلس اللي هو continuity، هو درس طويل شوية هو ده اخر درس في الكالكلس، ولسه الالجبرا ربنا يسهل. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe the page. Thank you.